السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أجمل تحية نهديها لكم أعزائنا مشاهدي قناة كويت سبورت في كل مكان، ويسعدنا أن نكون معكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي عالم الصحافة، وذلك لتسليط الضوء على أبرز ما طلعتنا به الصفحات الرياضية لهذا اليوم من مواضيع متنوعة. ولكن قبل البدء بمشوارنا يسعدنا أن يكون معنا في الاستوديو رئيس القسم الرياضي بجريدة الجريدة، وهو ضيف طبعا من الوزن الثقيل، مو ضيف عادي يعني، الأستاذ الكريم الشمالي وكارم عاش من شافك، وأنا جدا سعيد صراحة. يا مرحبا. واللون الأزرق لا إله إلا الله على قولتهم واخذ حتة من الله يخليك. الله يسلمك. اللي حلوة. الله يسلمك يا أبو كارم. عموما ضار سلماوي أو تشجع التضامن يمكن. على يامي تشجع التضامن. نبي الفرق الصاعدة. نبي الفرق الصاعدة. عدل عدل عدل. أبو كارم في شيء جديد بالأفق تشوفه بخصوص لقاء ولا؟ والله البوادر تقول إنه يعني في اتجاه إيجاد حل انفراد. التصرفات على أرض الواقع تقول عكس ذلك. عكس ذلك. عموماً الحديث له بقية مع الأستاذ الكريم الشمالي. مشاهدي الكرام نروح نشوف هذا الفاصل بعد ذلك صحافتنا المحلية. أهلا بكم من جديد. كشف الجهاز الفني للفريق الكروي بالقلعة الخضراء من تحضيراته تمهيدا لمواجهة الرهيب بدوري فيفا، هذا وقد دخلت المشكلة الواقعة بين المهاجم الشاب وإدارة الأخضر في منحنى إلى منحنى آخر بعد التصريحات الأخيرة التي أدلى بها اللاعب. وفي شأن آخر يبدو أن الجهاز الطبي للسفير ما زال يواصل جهوده من أجل تجهيز المصابين قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمع البرتقالي وعناب الجليب بدوري فيفا. يكثف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي العربي تدريبات اعتبارا من اليوم استعدادا لمواجهة السلمية غدا ضمن الجولة 18 للدوري، مع اكتمال عناصر الأساسية بوصول المحترف علي حسن اليوم إثر انتهاء ارتباطه مع منتخب بلده ودخول المدافع محمد راشد التمرين قادما من دورة خاصة. ومن جانبه فقد أعلن اللاعب مبارك النصار مؤخرا عن مقاطعته للفريق مجددا، حيث قدم النصار اعتذاره من الجماهير العربوية مشيرا إلى أن إدارة النادي تخلفت عن الوفاء بوعودها معه. يواصل الجهاز الطبي في كارما تجهيز قائمة لاعب البرتقالي المصابين، والتي تضم محترفي الفريق البرازيلي باتريك فابيانو ومواطنه أليكس نيما، إلى جانب عبد الرحمن البناي والحارس فواز الدوسري. وفي الوقت الذي تأكد فيه استمرار غياب البناي والدوسري، يأمل الجهاز الفني في أن يصل الثنائي باتريك فابيانو وأليكس نيما لمستوى بدني وفني جيد، على أمل ضمهما لتشكيلة الفريق أمام النصر كأوراق بديلة للاستعانة بهما في جزء من المباراة وفقا لمدى جاهزيتهما. أرحب فيكم مجددا مشاهدي الكرام، وضيفنا وضيفكم السيد أبو كريم الشمالي. طبعا أبو كارم، كيف ترى مردود العربي تحت قيادة جهازه الفني الجديد؟ بصراحة يعني أنت شفت والشباب تذكر يعني كنا مع بعض في حلقة وسألتني أن أنا، وأنا قلت لك أنا أرأف بحال المدرب وشقيقه المساعد. نعم. المهمة ستكون صعبة جدا. الآن يعني ما في هذا التغيير المتوقع اللي كنا نبي اللي ننشده، اللي كان الجمهور أو المتابعين ينشدونه في مستوى العربي. العربي لا زالت المشكلة ليست مشكلة جهاز فني، المشكلة لا زالت هي ذات المشكلة، جزء كبير منها إداري، والجزء الآخر منها هو إمكانيات اللاعبين وحدود
اللاعبين الفنية. والله وأنت تسولف من جبت إمكانيات اللاعبين، أنا قبل يومين في عزف الله يرحمه أحد المواطنين الكويتيين لقيت الكابتن علي مقصين، سألته على طاري الإمكانيات، قلت له معقولة مباراتكم مع الكويت جمعة سعيد من نص ملعبه يمشي بالكرة ل 18 العربي وأنتوا وايد مؤدبين وياه حتى فاول؟ أنا ما أقول انزل لسلايت هني زين، بس على الأقل واحد يعرف كيف يسوي. شي يقول شوف مع الأسف وايد وصدق يقول مو لاعبين بطولات. طبعا طبعا هذه هذا جزء من مشكلة العربي. العربي عند اللاعبين اللي يكملون بعضهم كمجموعة، لكن هل يعني اللاعبين بطولة اللاعبين اللي يفرقون بالإمكانيات اللي يوازون إمكانيات الفرق المتنافسة؟ صح. أنا أعتقد بأن العربي يحتاج إلى الكثير، لذلك من الصعب جدا أن فقط نبحث عن مردود الأجهزة الفنية أو الجهاز الفني اللي لازلت أنا أقول أنا أشفق على هذا الجهاز، وأعتقد بأن كان من المفترض أن يظل يعني مع الفرق السنية لأنه هو محترف في كيفية إيجاد المواهب. عبد الكريم حتى يعني أنا أتوقع هذا الحال ينطبق أيضا على الأجهزة الفنية اللي طافت، يعني لأنه واضح في خلل برا مكان ثاني مو هذا بالضبط، وأنا هذا اللي أقصده. أنا قاعد أقول إنه مو بس هذا الجهاز الفني، حتى الأجهزة الفنية السابقة. نعم العربي يعاني قلت لك مشكلة إدارية وجزء منها لا إمكانيات اللاعبين، وهذه بعد أيضا مشكلة جديدة. مبارك النصار مع إدارة العربي المتكررة هذا الموسم أخذت منحة آخر، خصوصا يعني بعد تصريح الأخير. يعني بداية هو مصرح إيش قايل بو كان؟ أولا تسألني هل يعني أنت مع تصريح اللاعب؟ أنا أقول بأن أنا ضد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الشكل لإعلان اللاعب والله أنا أنقطع عن التمرين أو أن عن مشاكل الفريق. صح مفروض مشاكل ما تطلع الفريق. صحيح. دائما سر نجاح الأندية المحترفة هي بقاء المشاكل داخل غرفة اللاعبين، لكن المشكلة متكررة وستظل طالما هي ذات العقلية وذات الآلية في التعاقد مع اللاعبين. شخص يتعاقد يتعهد مع لاعب معين وبالتالي يعجز عن الالتزام بشروط التعاقد، تجد أن اللاعب تنعكس مشكلته على الفريق وعلى النادي. بالتالي نعم، وأنا يعني استمعت لمداخلة اللاعب قبل يومين في برنامج بين الشوطين، رد فيها على عضو مجلس إدارة عبد الرزاق معرفي اللي قال بأن اللاعب صاحب يعني صاحب مشاكل وعنده التزام. نعم أولا أنت اللي اخترته، أنت اللي جبته وأنا أقصد إدارة الفريق. نعم. أو إدارة النادي. ثانيا هناك التزامات تعهدية تعاقدية عليك أن تلتزم بهذه الالتزامات وبعد ذلك تأتي لمحاسبة اللاعب. حلو الروح حق كاظمة، هل باتت مشاركة محترفي كاظمة وهم أليكس ليما وباتريك فابيانو أمام النصر بدوري فيفا يعني صعبة أم محتملة؟ يعني فابيانو صراحة المؤشرات تقول أنه يعني احتمال أنه يكونون على البنش احتمال لكن يعني مشاركتهم كلاعبين أساسيين أعتقد بأن يعني قد تكون صعبة. يعني الإصابة للحين ما هي يبدو أنها إصابة وليست إصابة يعني يعني هناك أيضا بعض الأخبار المتداولة بأن الأمور في شيء ثاني، يعني ليست فقط الإصابة اللي تمنع في شيء ثاني. على قولتك اليوم بفلوس باكر ببلاش. بالضبط. الروح حق يعني فابيانو، خلنا شوي ناخذ فابيانو ونحطه تحت المجهر. يعني المشكلة الخاصة عنده جواز خاص محترف فابيانو محترف كاظمة يعني. نعم. وهل من الممكن التأثير عليه في المباراة المقبلة؟ يعني هذا أول شيء فابيانو. خلنا نتكلم واقع كمستوى. هو من أفضل من أفضل المهاجمين. نعم. خلال الموسمين أو الثلاث مواسم الماضية يعني يحتاج فقط لمن يخدم عليه. صحيح.
انا اعتقد بان وما هذه عنده مشاكل بالموسم السابق. لا 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 ولا حتى ولا حتى الان ولا ولا, ولا, ولا الان هو عنده مشكله. هو هي المشكله ليست مشكله شخصيه. انا وهذا اليوم احنا يمكن احنا كتبناه في في الجريده. نعم. فبيانو مرشح بان يكون ازمه اخرى في الكره الكويتيه. أوه. وفق ما تعاني من ازمات. فبيانو قد يكون يعني بذرة لأزمة مشابهة لأزمة الثلاث نقاط. أوه. الآن حتى يعني نشرح بسرعة. فبيانو برازيلي الجنسية. صحيح. حصل على جنسية أو جواز سفر مينمار حتى يشارك مع المنتخب منتخب مينمار. صحيح. اكتشف الاتحاد الأسيوي بأن مينمار لم تلتزم بيعني اللوائح ونظم وشروط التجنيس. صحيح. وبالتالي ألغى جوازه والكثير من الجوازات، ألغى الاعتراف بالجواز. وبالتالي اليوم فابيانو مسجل بالكويت أو من مينمار وكلاعب آسيوي حتى يتمكن كاظم من تسجيل لاعبين آخرين أجانب. أوكي. فإذا شارك باعتباره لاعب آسيوي وهو غير معترف الآن بجوازه. أوه. راح تعمل سوف يكون كاظمة ونتائج كاظمة عرضة للاحتجاج من أي فريق يشارك ضده. فابيانو على اللجنة أن تجد حل سريع لهذا. أوه. هذه يعني هذه صراحة مشكلة جديدة هذه يعني الله يستر منها صراحة. نعم. عموما نذهب أستاذ الكريم إلى الخبر القادم من الفروانية. حال من عدم الاستقرار يواجهها الملكي قبل مواجهة عنيد الفروانية بدوري فيفا، لا سيما بعد تخلف العديد من لاعبيه عن التدريبات اليومية وبالتحول لآخر تطورات منافسات الدوري الممتاز لكرة اليد. فقد تمكن السفير والعميد من تحقيق انتصار متشابه على كل من القرين والسماوي كان عنوانه الثواني الأخيرة. وبالتحول لشؤون كرة السلة، يبدو أن اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة تنوي تعديل الجدول الخاص بمنافسات كأس السوبر لأسباب مختلفة. شهدت التدريبات القادسية قبل خوض لقاء الغد أمام التضامن ضمن مباريات الجولة 18 من دوري فيفا غياب عدد كبير من عناصره. وأرجع المنسق الإعلامي زياد الشطي انخفاض عدد اللاعبين في التدريبات خلال الأسبوع الراهن وفي فترة مهمة من عمر الموسم إلى أسباب عدة، وقال إن من بين الأسباب وجود عدد من اللاعبين الذين يعانون من إصابات مثل محمد الفهد وخالد القحطاني، كما أن هناك عناصر أخرى تتواجد خارج البلاد مثل الأردني أحمد الرياحي. خطف لاعب كالما سالم عبد السلام هدف الفوز لفريقه من القرين في الثواني الثلاث الأخيرة من عمر اللقاء، والذي جمعهما مساء الأمس ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من القسم الأول للبطولة، لينتهي اللقاء بنتيجة 27-26. ورفع البرتقالي رصيده إلى 6 نقاط ويبقى رصيد القرين خاليا من النقاط. وفي لقاء آخر تمكن فريق الكويت من المحافظة على صدارته بعد تحقيق فوز صعب على السالمية في الثواني الأخيرة من زمن المباراة عن طريق جناح الأيمن صالح المسوي. تتجه النية لدى اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد كرة السلة إلى دراسة مقترح تعديل مواعيد مباريات كأس الاتحاد، بحيث تقام منافسات كل مجموعة في يوم مختلف عن الأخرى. وعلم أن السبب وراء ذلك يتمثل في نقص عدد الحكام، خصوصا أن إقامة 5 مباريات في يوم واحد سيرهقهم، كما أنه سيحرم بعض الفرق من حقوق النقل التلفزيوني. كيف رصدت استعدادات القادسية قبل مواجهة التضامن في ظل الغيابات الكثيرة في الصفوف يعني، وهل سيؤثر هذا النقص على أداء غدا؟ يعني القادسية دائما كما تقول إدارته وجمهور القادسية بمن حضر، والقادسية رغم الغيابات إلا أنه يعني يقدم مستوى مقبول. صحيح. ليس ثابت لكن مقبول، يأخذ ثلاث الآن يعني عاد بدر مطوع إلى التدريبات، هناك غيابات للإصابات والإيقاف، قد تكون هذه يعني الغيابات
مؤثرة نوعا ما، خصوصا في يعني خط الوسط والظهر. ونحن نعرف يعني فريق التضامن فريق متطور فريق جيد، لذلك أعتقد بأن يعني القادسية ستكون مباراتها صعبة أمام التضامن. اليد فوز كاظم على القرين آخر ثواني، نفس الشيء الكويت على السالمية آخر ثواني، رؤيتك للمنافسات هذا القرين في بطولة الدوري الممتاز أو الخمسة الكبار ما قدم ما يشفع له، ما قدم يعني الشيء اللي تقول والله إنه سيغير. أعتقد بأنه كان فوز كاظم مستحق. أما الكويت يعني رغم كل الملاحظات على التحكيم إلا أن احنا نقول أن الكويت سيبقى توب. طبعا اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة تنوي تعديل جدول مباريات كأس السوبر لأسباب مختلفة، هل تجد هذه الأسباب مقنعة؟ والله ماكو شيء قاعد تسوي لجنة مؤقتة لاتحاد السلة مقنع علشان توقف على هذا يعني على الجدول. وشخصيا لا أجد شيء مقنع للتأجيل، عندما تضع جدول عليك أن تلتزم بهذا الجدول، خصوصا أنه ليس هناك أي ارتباطات خارجية أو غير ذلك. صراحة أشكر صراحتك هذه، ليش؟ لأن كل من يدعي أن عبد الكريم الشمالي يحابي هذا العهد على العهد السابق أو شيء، أبدا هذا مو صحيح، بدليل ما شاء الله انتقادات من الصبح على كلهم. يعني والله ما شاء الله أبو كارم الحق ينقال، الحق أحق أن يتبع. أحسنت استاذ عبد الكريم الشمالي رئيس القسم الرياضي بجريدة الجريدة، كل الشكر لك مكارم، اثريتنا بصراحه. تسلم. وانا جدا سعيد في وانا اسعد يا فريد، واتشرف دائما انكم. الله يخليك. شكرا مشاهدينا الكرام، فاصل وبعد ذلك الصحافه العربيه. أهلا بكم من جديد. اقترب الأخضر السعودي كثيرا من إعلان تأهله لمونديال روسيا 2018، وذلك بعد تمكنه من اقتناص 3 نقاط مهمة عندما استطاع عبور محطة أسود الرافدين ليتصدر بهذا الفوز المجموعة الثانية. وفي السياق الحديث من الجولة 7 من التصفيات المونديالية، فقد واصل العنابي القطري عروضه الهزيلة بالتصفيات بخسارة جديدة جاءت على يد المنتخب الأوزبكي. قطعت السعودية خطوة مهمة نحو الاقتراب من التأهل لمونديال روسيا 2018 بالفوز 1-0 على العراق في جدة. ورغم الفوز تراجعت السعودية للمركز الثاني في المجموعة الثانية وبفارق الأهداف عن اليابان والتي سحقت تايلاند 4-0 ولكل منهما 16 نقطة، بينما ظل العراق في المركز الخامس ب4 نقاط من 7 مباريات. وتحتل أستراليا المركز الثالث ب13 نقطة، تليها الإمارات ب9 نقاط، وأخيرا تايلاند بنقطة واحدة. خسر منتخب قطر لكرة القدم أمام منتخب أوزبكستان بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت بينهما أمس، وذلك في الجولة 7 من مواجهات المجموعة الأولى من التصفية الحاسمة لمونديال روسيا 2018. وبهذه النتيجة رفعت أوزبكستان رصيدها إلى 12 نقطة في المركز الثالث، وتجمد رصيد المنتخب القطري عند 4 نقاط في المركز الأخير. مشاهدي الكرام، طبعا معنا على الطرف الآخر في اتصال هاتفي الإعلامي القطري السيد محمد المنصوري. السيد محمد المنصوري، بداية نقول مساك الله بالخير،
في عالم الصحافة، وسؤالنا لك فشل العنابي القطري في التصفيات المونديالية بشكل عام، هل كان متوقعا أم شكل صدمة للجماهير والمتابعين؟ وهل من المتوقع نشهد في المرحلة المقبلة تغيير واسع ونقلة نوعية على صعيد اللاعبين والجهاز الفني والإداري؟ سيد محمد المنصوري الإعلام القطري، عموما مشاهدي الكرام نذهب إلى هذا الفاصل وبعد ذلك الصحافة العالمية. أهلا وسهلا بكم من جديد. الطموح وتحقيق الإنجازات وتحطيم الأرقام شعار رفعه صاروخ ماديرا ليحقق به أهدافه التي لا تحصى، فيما كشفت الصحف عن نجاح مدرب الماتادور خلال الفترة القصيرة التي قاد بها الكتيبة، وذلك وفق الإحصائيات. تساوى البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد مع الألماني المعتزل ميرسلاف كلوزا من حيث عدد الأهداف. الدون سجل هدفه 71 مع منتخب البرتغال في مرمى السويد في المباراة الودية، ما جعله يتساوى مع قناص المانشافت السابق، ويقترب أيضا من المجري كوكسيس صاحب 75 هدفا بقائمة اللاعبين الأكثر تسجيلا للأهداف في أوروبا تاريخيا. نجاح باهر سجله المدرب لوبوتيغي مع منتخب إسبانيا خلال الفترة القصيرة الماضية، فالماتادور حقق الفوز 6 مرات وتعادل في مبارتين بمجموع لقاءات تحت قيادته، كما أحرز لاروخا 25 هدفا بينما اهتز تشيباكو في 4 مناسبات، فيما احتل دافيد سيلفا بعد هدفه في مرمى فرنسا باللقاء الودي المركز الرابع بقائمة هدافي إسبانيا على مدار التاريخ. هناك لاعبون يعودون من واجباتهم الدولية بسعادة بالغة بفضل نجاح مهمتهم، وآخرون يعكرون صفو أنديتهم بسبب الإصابات، كما حدث مع صانع ألعاب الريدز ومهاجم السيدة العجوز الشاب والذي قد يغيب لفترة طويلة. تعرض ماركوب جاكا مهاجم فريق يوفنتوس لإصابة قوية خلال مشاركته مع منتخب بلاده كرواتيا أمام أستونيا، وذكر موقع فوتبول إيطاليا أن عدسة الكاميرات أظهرت مدى قوة تأثر ركبة اللاعب اليسرى جراء الإصابة، وأكد الموقع أن اليوفي يخشى غياب بجاكا لفترة طويلة جداً. تعرض آدم لالانا لاعب وسط ليفربول لإصابة في الفخذ ستبعده عن الريدز لمدة 4 أسابيع، وذكرت صحيفة إكسبرس أن لالانا سيغيب عن مباراة الديربي أمام إيفرتون يوم السبت المقبل، إلى جانب اللقاءات ضد بورنموث، ستوك سيتي، ويست بروميج وكريستال بالاس. طبعا مشاهدينا الكرام، قبل الختام يعني الأسبوعين الماضيين رأينا جولة فيفا داي أو فيفا ويكس، خلينا نقول يعني مباريات دولية في شتى أنحاء المعمورة من القارات الخمس. طبعا أيضا أمامنا شهر مقبل إن شاء الله، إذا الله أحيانا شهر 4 المقبل مشاهدينا الكرام سيكون مليء بالمباريات والمواجهات الرياضية، من الشامبيونز ليج إلى البريمير ليج إلى الكلاسيكو في الليغا وإلى الكالتشيو. فيعني شهر 4 خلوا بالكم من تلفزيوناتكم وريسيفيراتكم. عموما وصلنا إلى ختام حلقة هذا اليوم، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في حلقة جديدة. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه وفي أمان الله.